بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد من صعيد مصر النابض، محافظة سوهاج، مركز المنشاة، روافع العساوية، قرية العنبرية، لبرنامج الحدث مع العوضي في دعوة كريمة من العمدة أحمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الأستاذ محمود الرافعي على كريمة الحاج جمال بخيت الرافعي. سوف نكون في تغطية خاصة معكم لتغطية هذا الزفاف، وإن شاء الله هيكون في لقاءات مع كبار الزوار مع العمدة أحمد حسن الرافعي. بعد قليل نلتقي مع اللقاءات. معنا ومعكم أحد الإخوة الأفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. أحمد حلمي طه، معلم أول ألف مدرسة البلانة الصناعية بنين، تبريد وتكييف. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد. حضرتك منين؟ أنا من العنبرية. من العنبرية وفي مدرسة البلينة؟ من العنبرية ومدرسة البلينة. مقيم حضرتك في البلينة ولا مقيم في العنبرية؟ لا، مقيم في العنبرية. يعني كل يوم بتروح وتيجي مواصلات زي ما بقول؟ العمل كده. طبعا مبدئيا كده احنا بدعوة كريمة من ديوان العمدة أحمد حسن الرفاعي لحضور حفل الزفاف الرافعي، لحضور حفل زفاف الأستاذ محمود الرافعي. طبعا حابب تقولي للعمدة وحابب تقولي لأهل العنبرية جميعا والعريس الليلة. عريس الليلة الأستاذ محمود أبو الرافع أبو محارب، ده والد خاني وحبيبني والد المأزوني بتاعنا الله يرحمه، أبوه ألف رحمة ونور عليه، ودول والد خاننا وولد بيتنا، والعمدة ده خالي والد عمة أمي على طول، خد بالك انت، واحنا كلنا أسرة واحدة وعيلة واحدة، والبلد كلها أسرة واحدة وعيلة واحدة. وهنقول له ربنا يتمم على خير يا حاج محمود، وربنا يتمم لك على خير ويجعل فرحك سعيد إن شاء الله. عقبال أولادك، وطبعا يعني دام دياركم عامرة إن شاء الله بالأفراح. كلمة أخيرة للعريس. أولا أحب أقول لكم لكم أنتم شرفتونا قناة الحدث، وأهلا وسهلا بكم وأنتم في مكانكم. وأقول للعريس الحاج محمود ولد خالي، ربنا يتم على خير ويجعل أيامك كلها سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله بالرفاء والبنين وعقبال أولادك. شكرا لك يا أستاذ أحمد وموفق في عملك إن شاء الله. شكرا لحضرتك. معنا ومعكم الأستاذ سليمان حسن سليمان، هيعرفنا هو برضو بحضرته، تفضل. سليمان حسن سليمان، مدير معهد الروافع العسوية وجه بحر هنا في بحر المنشاة. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا بدعوة كريمة من العمدة أحمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الأستاذ محمود الرافعي، حابب تقولي للعمدة وحابب تقولي للعريس؟ أقول للعمدة ألف مليون مبروك لفرحة ابن المأزون الغالي محمود الرافعي، وفرحة المربع البحري ويليه المركز مركز المنشاة ومعظم محافظة سوهاج. ألف مليون مبروك للعمدة ولمحمود الرافعي، وربنا يتمم على خير إن شاء الله. إن شاء الله عقبال أولادك. ولكن طبعا أنا شايف حضور كثيف مش من العنبرية ولا الروافع، من الله ما شاء الله، يعني اعتبر الموضوع ده يعني فيه محتوى محافظة سوهاج. محتوى محافظة سوهاج، وفي بعض برضو ناس برضو ضيوف من القاهرة، ومركز المنشاة اعتبره كامل هنا، والمربع البحري تعتبره كامل هنا في الفرح دي، لأن فرح العمدة. حضرتك تقصد ايه بالمربع البحري؟ فسر للمشاهدين. المربع البحري اللي هو يضم روافع العيسوية والعنبرية والبيضية وجزيرة المنتصر، ده المربع البحري، ده يتبعه لمركز المنشاة، ومركز المنشاة ده حاجة فوق الرؤوس. طبعا شكرا لحضرتك على اللقاء الجميل ده، موفق ان شاء الله في عملك وعقبال اولادك وفي اعلى المناصب ان شاء الله. طيب يا باشا، وان شاء الله يجعل ايامنا كلها افراح وليالي افراح ان شاء الله حلوه تجمع الجميع باذن الله. الله امين. شكرا لحضرتك. معنا ومعكم احد ممثل الشباب
احمد ابو الشيخ رفعت، تفضل عرفنا بحضرتك برضو. احمد ابو الشيخ رفعت ابو فريد، بيت بديوي، رواف العسويه، من رواف العسويه. طبعا اليوم احنا كلنا متواجدين بدعوه كريمه من العمده احمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الاستاذ محمود الرافعي. تفضل حضرتك، حابب ايه تقول للعمده وتقول ايه لعريس الليله؟ والله بدايه طبعا العمده احمد حسن الرافعي نشكره على حسن الاستقبال طبعا، وده يعني ده شيء متوقع منه، ومش اول مره طبعا نلاقوا الاستقبال الهائل ده وحسن الاستقبال للناس كلها، للناس الضيوف اللي اتت من جميع البلاد، والناس لاقوا واجبها على اكمل وجه زي ما انت شايف، يعني طبعا كل الناس كلها متواجده وواخده واجبها على اكمل وجه. فنشكر العمده احمد حسن الرافعي على هذا الاستقبال، ونقول للعريس ان شاء الله ربنا يتمم على خير، والف الف مبروك وربنا يتمم على خير ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لحضرتك وعقبال اولادك. اهلا وسهلا. معنا ومعكم الاستاذ وائل علي محمد، هيعرفنا بحضرته اكثر. تفضل عرفنا بحضرتك. وائل علي محمد بخيت، تاجر تومين بالعنبريه. اهلا وسهلا حضرتك، من اهل العنبريه؟ اهلا، من اهل العنبريه باشا. طبعا اليوم بدعوه كريمه من العمده احمد حسن الرافعي ولحضور حفل زفاف الاستاذ محمود الرافعي، حابب تقول ايه للعمده وحابب تقول ايه للعريس واهل العنبريه؟ انا حابب اقول للعمده اللي هو عقبال يا رب فرح اولاده كدوتي، راعي الامن والامان في بلدنا العمده، والعريسه باشا الف مليون مبروك، وعقبال العمده احمد ان شاء الله صغير المازون. ان شاء الله عقبال كل الشباب طبعا، عقبال اولادك، ودمتم في خير باذن الله وعلى قلب رجل واحد. رجل واحد ان شاء الله، وكله باشا تحت رعايه العمده ان شاء الله بامر الله كبير. شكرا لحضرتك. معنا ومعكم مقدم دعوة اليوم العمدة أحمد حسن عبد المجيد الرافعي. تفضل يا عمدتنا. أنا الأول، حضرتك الأول أكتر. أنا الأول بأشكر قناة الحدث وكل رجال قناة الحدث، مصورين وفنيين ومذيعين، وأشكر كل الحضور، وإن شاء الله كده عقبال كل راجل عقبال أولاده. واحنا سعداء بوجودكم معانا، وشرفتونا وشرفتوا بلدنا ونورتوا بلدني، وانا بشكر كل رجال قناة الحدث. طبعا شكرا لحضرتك، ولكن اليوم احنا متواجدين لفرحة الاستاذ محمود ابن المأذون. طبعا كل ما اتكلم مع احد اللقاءات انا يقولوا لي ابن المأذون، عرفنا شوية عن المأذون رحمة الله عليه. الله يرحمه، المأذون محمد محارب الرافعي، الله يرحمه ويحسن مثواه، كان رجل من الرجال الخيرين، أصحاب الرأي وأصحاب المشورة، ورجل من رجال المصالحات، مش في بس في قرية العنبرية ولكن في جميع قرى المركز، ويعني معروف لدى كل الناس اللي هم أصحاب وأعيان البلاد. طيب حابب ايه تقول للأستاذ محمود اللي هو عريس الليلة؟ اقول للاستاذ محمود عريس الليله الف مبروك، وربنا يتمم لك على خير، وربنا ان شاء الله يرزقك بالخلف الصالح، وان شاء الله ان شاء الله يكون يعني خير وسلف، خير خلف لخير سلف ان شاء الله بمشيئه الرحمن. واقول له يا استاذ محمود يعني خليك على نهج الوالد، وخليك يعني ايه، هو كويس وتمام ومن الناس الخيرين، ولكن اتمنى منه يعني ان شاء الله المزيد، وسير على درب ابيه ان شاء الله. طيب اليوم انا شايف تواجد كثيف من داخل مركز المنشاة، من خارج مركز المنشاة، من جميع انحاء محافظة سوهاج، حابب تقول للناس اللي حضرت اليوم؟ اقول للناس اللي حضرت اليوم يعني ربنا ان شاء الله يديم عليكم الافراح، وانتم شرفتونا ونورتونا، واحنا سعداء بوجودكم معاني، وان شاء الله نجملوهم في المسرات بمشيئة الرحمن. شكرا لك يا عمدة، وعقبال أولادك، ودائما إن شاء الله نلتقي بكم في الأفراح بإذن الله. شكرا لحضرتك. احنا سعداء بوجودكم معانا، والله سعداء جدا جدا بوجودكم معانا. ألف شكر يا عمدة. معنا ومعكم الأستاذ تركي فتحي قعود، هيعرفنا بنفسه أكتر. تفضل. أنا اسمي تركي فتحي قعود، أولاد حسين رواف العسوي. أولاد حسين رواف العسوي. حضرتك طبعا احنا اليوم متواجدين بدعوه كريمه من العمده احمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الاستاذ محمود. حابب تقول ايه للعمده وحابب تقول ايه للاستاذ محمود اللي هو عريس الليل؟
اقول له الف الف مبروك وربنا يتمم على خير وعقبال العوض ان شاء الله ونفرح باولاده باذن الله كده. طبيعه عمل حضرتك ايه هي؟ طبيعه عمل حضرتك يعني بتشتغل ايه؟ انا طالب في كليه حقوق جامعه الكوامل في صاق. أنا مثلا محامي يعني إن شاء الله موفق بإذن الله. طبعا أنت حضرتك هنا من أهل العنبرية ولا؟ من أهل رافع العسوية. رافع العسوية طبعا تواجد كثيف لجميع مركز المنشأة، ممكن كمان نقول من جميع مراكز محافظة سوهاج، فيعني حابب تقول للناس المتواجدة؟ حابب أقول لهم شكرا لكم جميعا في بلدنا التانية العنبري، والف شكر الف شكر الف شكر على عقبال عندكم جميعا وجميلكم في الافراح باذن الله. طبعا ان شاء الله باذن الله. انت متزوج ولا لسه؟ لسه ان شاء الله. باذن الله عقبال ليلتك كده ان شاء الله ونكون متواجدين في تغطيه في ليله زفافك باذن الله. طيب ما شاء الله خليك. الاول طبعا الشهاده باذن الله ان شاء الله. باذن موفق الله. ان شاء الله يا سياده المستشار، وعقبال ليلتك كده باذن الله. شكرا للقاء الجميل. معنا ومعكم الحاج حسني حسين، هيعرفنا هو بحضرته اكثر. تفضل يا حاج حسين. حاج حسني حسين عبد الخالق من رواف العسوي، من الناس البسطاء. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا اليوم بدعوه كريمه من العمده احمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الاستاذ محمود الرافعي. حابب تقول الاول للعمده؟ اقول للعمده عقبال اولادك، والعمده اخ كريم واخ فاضل وشرف لينا كلني، العمده احمد حسن واخونا الكبير، واقول له عقبال اولادك وربنا يتمم على خير المحمود ويسعده ويجعله من السعداء. طبعا اليوم حضور من مركز سوهاج بالكامل ولفيف من الأهالي وفرحة كبيرة. حابب تقولي للناس اللي حضرت من مراكز سوهاج جميعا؟ أقول حصلت البركة بالضيوف اللي حصلوا في الفرح، شرفوني من جميع مراكز محافظة سوهاج، شرفوا العنبرية ورافع العسوية ومركز المنشأة، وشرفنا بالجميع ونجملوهم في ليالي الهنا وفي الأفراح إن شاء الله. ألف شكر للقاء الجميل ده إن شاء الله وعقبال أولادك. أنت طيب وسعداء بمقابلتكم ومشكورين وحصلت البركة بيكم وبالقناة. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. معنا ومعكم الأستاذ صلاح. تفضل أستاذ صلاح، عرفنا بحضرتك. صلاح الجبلي، محافظة سوهاج، مركز المنشأة، قرية العنبرية. أهلا وسهلا بحضرتك. موظف ولا شغال في؟ بدون عمل، في أعمال حرة. أعمال حرة. طبعا اليوم إحنا بدعوة كريمة من العمدة أحمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الأستاذ محمود ولفيف من محافظة سوهاج بالكامل. حابب تقول الأول للعمدة أحمد حسن؟ أقول للعمدة ألف مبروك وربنا يتمم على خير، ويا عمدة الفرح فرح مصر كلها مش فرحك أنت، وألف مبروك للعمدة أحمد حسن وللعيلة كريمة وأهل العنبرية تاما وعامة ليهم ألف ألف مبروك. طيب حابب تقول إيه لعريس الليلة الأستاذ محمود ابن المأزون؟ ربنا يهنيك يا عريس وفرحة سعيدة إن شاء الله، وربنا يتمم على خير وبالتوفيق والبنين إن شاء الله. للناس اللي حضرت من مراكز سوهاج ومن محافظة سوهاج، شرفتونا وشرفتوا العنبرية وشرفتوا مركز المنشأة عامة، وبارك الله فيكم يترد لكم في الأفراح بإذن الله. عقبال أولادك إن شاء الله وشكرا لحضرتك. إحنا سعداء اللي إحنا شفناكم متشكرين، بارك الله فيكم، وكل سنة وأنتم طيبين وربنا يوفقكم إن شاء الله يوفق مصر على خير. وشكرا يا عمدة وألف مبروك يا عمدة، وربنا يتمم لك على خير وبارك الله فيكم. شكرا لحضرتك. الحاج العربي محمد أحمد، تفضل يا عم الحاج العربي، عرفنا بحضرتك. العربي محمد أحمد إبراهيم، وكيل معهد رافع العسوية الأزهري. ما شاء الله، يعني كمية أزهريين في روافع العسوية في العنبرية. تاني لقاء لأحد رموز الأزهر. الله يخليك وبارك فيك إن شاء الله، ورب نجعل الأزهر على طول كده في كل حتة في مصر إن شاء الله. عليكم عليكم حمل وعليكم كاهل كبير طبعا، ولكن احنا اليوم بدعوة كريمة من العمدة احمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الاستاذ محمود الرافعي طبعا، وحضور كثيف.
من الأهالي من القرى المجاورة بل من المراكز بل من محافظة سوهاج. أولا حابب تقول إيه حضرتك للعمدة أحمد حسن؟ أقول للعمدة أحمد حسن ربنا يبارك فيك ويجعلك إن شاء الله زخرا للعنبرية. طيب حابب تقول إيه لابن المأزون الأستاذ محمود؟ المأزون الأستاذ محمود ابن الحج الرافعي دي أبو مأزون بلد وكان كان نواة صالحة في العنبرية يعني ربنا إن شاء الله يبارك له في أولاده ويجعل ذريته إن شاء الله كده ممدودة إلى يوم الدين. ضيوفكم من المراكز والقرى المجاورة أهلا وسهلا جميع من حضر وشرفنا وكرمنا وبارك الله فيهم عقبال أولادهم جميعا. طيب هنا إحنا عايزين هنطلع برا الحفل بحاجة بسيطة بما إنك أنت ممثل الأزهر. في الآن بعد من الأهالي لتقديم الأطفال الصغار على الأزهر بحجة إن المواد بتاعته تقيلة والطفل ما بيتحملش المواد والكلام ده، فعايزين رسالة من حضرتك تحس الناس على تقديم أبنائهم الأطفال من البداية للمعاهد الدينية. أنا شغال في معهدين ديني، في معهد رافع لسوي الأزهر 3 أيام وفي معهد جزيرة المنتصر 3 أيام، والسنة دي كان القبول بالنسبة للأزهر كتير كتير 100%. تمام. قبول يعني اللي عندنا الفصل تعدى 45 طالب في سنة أولى، عندنا في كل معهد فصلين فيهم 90 طالب، وفصلين كي جوان وكي جاتو كل فصلين فيهم 90 طالب، ودي حدث كبير لأن المعاهد عندنا ممتلئة بالمدرسين لله الحمد فضل من فضيلة الشيخ أحمد الطيب وبارك الله فيه. الحاجة الوحيدة اللي عملها النقطة الحسنة فيني اني مدنا بالمدرسين في جميع المعاهد وفي قبول كبير 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 عندنا والحمد لله رب العالمين. بالذات الصعيد عندنا هو منارة الأزهر على مستوى جمهورية مصر العربية، جميع العلماء من الصعيد مصر من محمد الشيخ محمد سيد طنطاوي والشيخ أحمد الطيب وجميع العلماء من أزهر من الصعيد. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله وعقبال أولادك، وشكرا لحضرتك للقاء الجميل وربنا يبارك فيكم ويجعلكم ذخرا لمصر. شكرا لحضرتك. عامر إن شاء الله وفيها الخير وفيها منارة الأزهر إن شاء الله إلى يوم الدين. الشكر لحضرتك. معنا ومعكم الأستاذ خالد، تفضل عرفنا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، خالد خضيري الجميل رئيس الوحدة المحلية لقرية رافع العسوي. اهلا وسهلا بك، مع اني يعني لسه شباب على رئيس وحدة وكذا ما شاء الله روح الشباب يعني. رئيس الجمهورية ده عنده الوقت، حضرتك عارف انه كله شباب، الكوادر كلها شباب. طيب احنا اليوم بدعوة كريمة من العمدة احمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الاستاذ محمود. طبعا تواجد كثيف من الاهالي من مراكز سوهاج ومحافظة سوهاج ومن القرى المجاورة. مبدئيا كده عايزين من حضرتك كلمة للعمدة وكلمة للعريس. والله انا في البداية اول حاجة تشرفتونا نورتوني واهلا بكم في محافظة سوهاج. والنهارده جينا كنا نشارك فرحة العمدة احمد حسن والاستاذ جمال الرافعي ده زميلنا في المجلس ويا بنت راح تتجوز النهارده ان شاء الله يعني، فاحنا جايين نشارككم الافراح، فهي عادتنا كده كلنا نشارك بعدين الافراح يعني. طيب كلمة للعريس. اقول للعريس ربنا تم على خير ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يجعله فرح مبارك ان شاء الله وسعيد باذن الله. طبعا مش عايزين ندخل على المستوى العملي لان احنا في مناسبة سعيدة تمام، ولكن بعد الكاميرا ان شاء الله هيكون في لقاء خاص كده مع حضرتك. احب يعني انور حضرتك ان انا من البلد هنا يعني مش غريب على فكره، انا من قريه رافع العسوي والعنبريه والجزيره، كنا بلد واحده يعني. طيب انا عايز من حضرتك كلمه اخيره للحضور لتواجد الاهالي اللي حضرت الزفاف اليوم. والله كل اللي حضر شرفنا نورنا، هي عامه يعني هي عاداتنا هنا، احنا كنا اسره واحده هنا، فكل الناس دي مفيش حد غريب فينا، فاللي جه برضه غريب على دماغنا فوق شرفنا ونورنا وربنا يتم على خير ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك وعقبال اولادك ان شاء الله وموفقين باذن الله ودام دياركم عامره بالافراح باذن الله. شرفتونا ونورتونا يا باشا، اهلا وسهلا بحضرتك. معكم الحاج انور، تفضل عرفنا بحضرتك. انور السيد موسى من اهل العنبريه مركز المنشاه. اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك موظف ولا؟ لا لا لا، انا بكالوريوس خدمه اجتماعيه لكن ما فيش شغل. طيب اليوم احنا بدعوه كريمه من العمده ولحضور حفل زفاف الاستاذ محمود، طبعا حابب تقول ايه للعمده والعريس الليله الاستاذ محمود؟ كل سنه وانت طيب يا عمده وبارك الله فيك ومشكور ومجمل والف مبروك يا استاذ محمود، ربنا يتم على خير ان شاء الله، واهلا وسهلا بكم قناه الحدث في بلدني. اهلا وسهلا بحضرتك، كمان الحضور الناس المتواجده من المراكز الاخرى ومحافظه سوهاج.
شرفتونا وبارك الله فيكم وإن شاء الله ترد لكم في الأفراح. شكرا لحضرتك. ومعكم الإخوة الأفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. الأستاذ محمد بخيت أبو زيادة من بيت أبو الجود. أهلا وسهلا بك، تفضل عرفنا بحضرتك. علي أمين أحمد سعيد، موظف بمطار سوهاج. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا إحنا اليوم بدعوة كريمة من العمدة أحمد حسن الرافعي ولحضور حفل زفاف الأستاذ محمود ابن المأزون. طبعا حضرتك حابب تقول إيه للعمدة وللعريس وللحضور على التواجد؟ ما شاء الله يعني كمية وأعداد من الناس حضرت، أكيد دي وراها محبة وراها تلاحم وراها ترابط. والله احنا نرحب بكل الضيوف وكل الضيوف اللي حاضروا فوق راسنا وفوق، واحنا سعداء بلقاء الناس ولقاء الاحبه في هذا الحفل الكريم. والعمده دي عمدتنا وراجل حبيبنا وراجل حبيب الملايين، واحنا نفخر بانه العمده احمد حسن هو عمده ليني، وده فضل من الله سبحانه وتعالى انه جمع الاحبه وجمع كل الضيوف في مكان واحد، نلتقي وتلتقي الوجوه وتلتقي القلوب على فضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يسعد الجميع. طيب حابب بيت تقول ايه لعريس الليلة؟ والله انا اتمنى له السعادة واقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمود بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونتمنى لك ذرية طيبة ان شاء الله. تفضل يا استاذنا، حابب تقول ايه للعمدة؟ اقول للعمدة الف مبروك، وربنا تم على خير، وربنا يحبب فيكم الناس اكتر واكتر، وكل الناس اللي شرفتني اللي موجودة في الفرح كلها بتحب العمدة والعريس، ونقول له ألف مبروك وربنا يتم على خير، وكل الناس نقول لها عقبال أولادك ونجملكم في ليالي الأفراح إن شاء الله، والشباب والأطفال والرجال وكله كله والناس دي كلها، ودي محبة من عند الله بالنسبة للعمدة وقرايبه، وإحنا كلنا والعمدة ده عمدة البلد وإحنا كلنا حبايبه وإحنا كلنا معاه. دمتم في مودة ومحبة وترابط، وعقبال أولادكم جميعا، ودامت دياركم عامرة بالأفراح. معنا ومعكم أحد الإخوة الأفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. أخوكم أحمد حسين عبد الخالق رشوان من مركز منشاة قرية رافع العسوية وجار لأهل الفرح. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل عرفنا بحضرتك. إبراهيم عبد الشافي حسن، وكيل إدارة العسلات الزهرية. أهلا وسهلا بك. طبعا إحنا اليوم متواجدين بدعوة كريمة من العمدة أحمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الأستاذ محمود، طبعا محمود الرافعي، ولكن بحديث الأهالي والإخوة الأفاضل يعني إن هم أسنوا إن هو ابن المأزون رحمة الله عليه. فرسالتك للعمدة ورسالتك للعريس ورسالتك للناس المتواجدة في الحفل. العريس أخ ليني وهو ابن المربع، ونتمنى له حياة سعيدة وزفاف سعيد إن شاء الله. والعمدة ده أخ أكبر للمربع وأسرة عن أبيها بيت الرافع، دول الناس ليهم فضل على الناس كلها، والناس كلها بتعزهم عن مرحوم حسن عبد العزيز ومحمود العريس اللي هو كان ابن المأزون الرافع عليه رحمة الله. وربنا يواصل إن شاء الله وبارك في الأسرة كلها جميعا، والناس لازم تسامر أقل حاجة ترد الجميل لابن المأزون وللعمدة أحمد. تفضل حضرتك برضو رسالتك للعمدة وللحضور والعريس الليلة. أهلا وسهلا بكم الأول، وشرفتونا ونورتونا النهاردة، وإحنا كنا على شرف الأستاذ محمود، أخ فاضل وابن عزيز وغالي والله، وتربطنا به صداقات من فترة هو والد الله عليه رحمة الله، يعني نعمل أخ ونعمل أخلاق والزوج والله، هو وإخواته برضو محمد وأحمد، وربنا يسعدهم إن شاء الله. إن شاء الله دامت دياركم عامرة إن شاء الله بالأفراح، وبإذن الله عقبال أولادكم جميعا، وشكرا للقاء الجميل ده، ونلتقي بكم إن شاء الله على خير. معنا ومعكم ابن عم العريس، تفضل عرفنا بحضرتك. علي محمد علي أحمد السيد. أهلا وسهلا أستاذ علي. الأول عرفنا طبيعة عملك. أنا شغال في المقاولات في مصر. أهلا وسهلا بك. طبعا اليوم إحنا بدعوة كريمة من العمدة أحمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الأستاذ محمود الرافعي ابن المأزون. أنا أقول له ألف ألف مبروك، ربنا تمم لك بخير وعوض عليك بالخلف الصالح. طيب حابب تقول حضرتك للناس المتواجدة من جميع محافظة سوهاج؟ أقول لهم أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا، ونردوا لكم في الأفراح وفي عوض ولادكم وفي فرح ولادكم. متزوج حضرتك ولا لسه؟ لا متزوج. كده نقول لك عقبال بإذن الله أولادك.
وانت طيب كده باشا، الصحة والسلامة كده. شكرا لحضرتك على اللقاء الجميل. شكرا باشا، الله يخليكم، نورتونا والله، انتم شرفتونا والله، وعلى راسنا من فوق. شكرا لحضرتك. ونمكن له وأوحينا إلى
سمع خير يا محمود.
وكذلك نجزي المحسنين. معنا ومعكم عمد ومشايخ بعض القرى، تفضل عرفنا بحضرتك. ناصر العمدة بندار الكرمانية. اهلا وسهلا بحضرتك يا عمدة، تفضل برضو عرفنا بحضرتك. حاج صالح الباهي. اهلا وسهلا. بندار الكرمانية. بندار الكرمانية مركز سوهاج. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا العمدة احمد الرافعي صاحب الدعوة الكريمة. اهلا وسهلا بحضرتك. شرفت ونورت والله، كل من حضر شرف ونور، واحنا يعني ان شاء الله نجملهم في المسرات ونشكرهم جميعا. تفضل عرفنا بحضرتك. ديب عكاشة من بندار الكرمانية، عمدة بندار الكرمانية، واحنا هنا بدعوة من العمدة احمد، وان شاء الله ربنا يتمم لهم بخير. تفضل عرفنا بحضرتك. محمد حسين بندار الكرمانية مركز سوهاج محافظة سوهاج. بنهني العمدة حسن الرافعي بافراحهم، وان شاء الله دائما الافراح عنديهم باذن الله. حضرتك طبعا مستعجل على التهنئة، احنا كنا الاول حابين نتعرف وبعد كده هناخد التهنئة. احنا كلنا اليوم متواجدين
بدعوة كريمة من العمدة أحمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الأستاذ محمود الرافعي ابن المأزون، كما سمعت من الحضور. طبعا طبعا الأول حضرتك حابب تقول إيه للعمدة، بعد كده حابب تقول إيه للعريس، وحابب تقول إيه للجمع الكريم ده؟ حابب أن أقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يديم الأفراح علينا وعليكم، وإن شاء الله فرح ميمون واخد بالك وزواج مبارك، وألف مبروك للعروسين. والسادة الحضور طبعا بنقول لهم يعني احنا شاكرين فضلكم انكم كنتوا لبيتوا دعوة العمدة حسن. برضو حضرتك يا عمدة حابب تقولي للعمدة احمد والعريس الليلة الاستاذ محمود وللحضور الكريم؟ احنا نقول للعمدة عقبال اولادك وعقبال دائما الافراح دائما، والعريس ربنا يتمم له بخير ويجعلها له الاول والاخر، والجمع الكريم يعني كلهم يشكروا اللي لبوا دعوة العمدة وحضر. والعمدة ده طبعا أصول ولي جزور وأصول مع باقي البلاد والعمد والقربة مع الكل، فاحنا نهنيهم ونهنيهم ونهنيهم ونهنيهم. طبعا يا عمدة أنا شايف يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يعني يزيد من المحبة والترابط والتلاحم، بس يعني بأمانة في اللقاءات في إثناء بدون لقاءات في إثناء على حضرتك، فمحبة الناس دي نعمة كبيرة. تمام، ربنا إن شاء الله يتمها على خير ويطول في عمرك ويعطيك الصحة والعافية، ولكن إيه تعبيرك بالشعور ده والالتحام وتواجد الناس؟ كل الناس الموجودة إخوة لينا وكلنا قرائب وكلنا حبايب، وربنا يعني إن شاء الله كده يحبب الناس كلها ببعضيه ويجعلهم كلهم إن شاء الله في الخير إن شاء الله. إن شاء الله طبعا عقبال أولادك، وإن شاء الله تكون في الحج القادم على جبل عرفات من الملبين بإذن الله. جمعا إن شاء الله، جمعا إن شاء الله. تفضل برضو حضرتك حابب تقول إيه طبعا للعمدة؟ ألف مبروك للعمدة وألف مبروك وربنا عقبال الحج إن شاء الله. لعريس الليلة الأستاذ محمود حابب تقول له إيه؟ للحضور وللتواجد الكثيف وللحمة وللترابط وللمودة والحضور الكبير. ألف مبروك ولكل أخواتنا احنا هم، ألف مبروك للعروس. عقبال أولادك طبعا، وإن شاء الله نلتقي جميعا في الأفراح وفي المناسبات وفي المسرات. أمين يا رب، أمين. عقبال أولادك إن شاء الله، ودمتم بإذن الله في ترابط، دمتم في محبة، دمتم في تواجد في الخير. أنتم تاج على الرؤوس، أنتم شرف عظيم لمحافظة السوهاج. إن شاء الله نجتمع دائما بكم في الأفراح والمناسبات السعيدة. أنا ومعكم أحد الإخوة الأفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. أمين عبد الحي أبو حمزة رافع العسوي، مدير عام الضرائب العامة بالمنشاة. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا برضو معنا أحد الإخوة الأفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. أهلا بك. في البداية اسمح لي أن أرحب بكم وأرحب بقناة الحدث في قرية العنبرية اللي هي إحدى قرى مجلس محلي روافع العيسوية اللي يضم قرى العنبرية والبيضية بالناظر وجزيرة المنتصر وروافع العيسوية. أسامة محمد خلف، مدير مدرسة البيضية بالناظر لعددية بنات. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا إحنا اليوم بدعوة كريمة من العمدة أحمد حسن الرافعي لحضور حفل زفاف الأستاذ محمود الرافعي، حابب تقول إيه للعمدة وللعريس أولا؟ طبعا في البداية أنا بشكر الدعوة الكريمة من عمنا العمدة أحمد حسن الرافعي عمدة العنبرية، وإحنا شرفنا بهذه الدعوة، والعريس بنقول له ألف ألف مبروك وربنا سبحانه وتعالى يتمم له بألف خير ويرزقه بالبنين والبنات وبالرفاء والبنين إن شاء الله. تفضل برضو حضرتك حابب تقول إيه للعمدة والعريس الأستاذ محمود؟ شرف كبير لينا إن العمدة يدعينا بفرح وإحنا أهله، وإن شاء الله الموفق الفرح وإن شاء الله بالرفاء والبنين للعمدة والابن العمدة إن شاء الله. طبعا تواجد من ممثلين محافظة السوهاج وجميع المراكز والقرى، حابب تقول إيه للناس لحضرة اليوم؟ شرفتونا في قرية العنبرية اللي هي قريتنا إن شاء الله، وعقبال عنديكم وإن شاء الله نجملوكم في الأفراح. عقبال أولادك، وشكرا لحضرتك على اللقاء الجميل ده. برضو هنا حضرتك حابب تقول إيه للناس الوفود اللي حضرت من القرى والمراكز الأخرى؟ طبعا أنا بشكر كل اللي شرفونا في فرحنا وحضروا، وبأتمنى لهم السعادة، وبنقول لهم شرفتونا في قرية العنبرية بالدعوة الكريمة من جناب العمدة أحمد حسن الرافعي،
وعقبال أولادهم جميعا، وأهلا وسهلا بهم ونشكرهم اللي هم لبوا الدعوة وشرفونا من جميع أنحاء محافظة سوهاج. شكرا لحضراتكم وعقبال أولادكم جميعا، إن شاء الله نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى.